جيمس بوند تعرف على طريقة وكيفية إيجاد الملكيات التفكيرية، قم بالضغط على تطبيق زر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا عن أزر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأسفل والضغط هنا على ملكية الفكرية، وهنا سوف تجد جميع المعلومات التي سوف تحتاجها. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديو